السلام عليكم المتتبعين الأفاضل والمتتبعات الفاضلات فين ما كنتوا. كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنشكر الجميع اللي كيسول فيا واللي كيفتقدني وكيفتقد الفيديوهات ديالي. شكرا، جزاكم الله الجنة إن شاء الله. اللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول له مرحبا بك، تابونا، فعل الجرس باش يوصلك الجديد، وشكرا على الدعم ديالكم والله يجازيكم بألف خير إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم مازيغنين وثمازيغين، إريفيين تريفيين، من المهجن، تمني إن شاء الله أتيرين بخير وعلى خير، ويجن الشكر خاص سيكنيو تشكى مرة وإذا يتفتقد ويخاف يتسقسان قاغص. نبارك الله فيكم، وليني خلني أول مرة أتزار القناة تينو قاغص مرحبا بيك، اشترك، فعل الجرس باش اضوم ديوف الجديدين ان شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو ديال هذا النهار. هذا الفيديو ديال هذا النهار كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، غادي نوري لكم واحد المكون اللي خطير جدا، ولكن فاش خطير غادي نشوفوا دابا. هذا المكون هو الملح، هانتوما كما كتشوفوا معايا، والملح معروف انه شنو كنديروا حنايا فاش كنستغلوا الملح باش يعطينا النكهه للطعام، يحلي لينا الطعام ديالنا، كيعطي داك المذاق انه ما كنحسوش به السوس، والمذاق رائع. ولكن المعتقدات ديال الناس ماشي كلشي، ما كنعممش دائما طبعا منين كنهضر ما كنعممش، ولكن فيما المعتقدات ديال الناس انهم الى سيقتي بالملح ولا درتيه في الركاني اراه شنو كيدير، كيبعد عليك الحسد والعين وكيطرد الشياطين من البيت. وشنو السبب هذا الشيء ديال ترويج هاد الفيديوهات ديال هاد الشيء؟ لانه التسويق كيكون في مواقع التواصل الاجتماعي، كيكون التسويق كيكون شي حد كيسوق المنتوج، المنتوج كيكون باين يا اما كيصلح لشي حاجه، ولكن كاين اللي كيديروا التسويق للكلام الفارغ، الكلام الفارغ، والله يحسن العوان. الناس يعني كاملين بينا، كتجينا واحد اللحظه اننا كنكونوا ضعاف وكنستنجدوا باي شي باي حاجه، ولكن هذا راه غلط كنديروه. خصنا ما نديروا الحاجه حتى نتيقنوا انها ما غاديش تضرنا مع الله سبحانه وتعالى، وما غاديش نزيدوا عليها بها الاثم علينا، لانه هذا الاعتقاد انه الملح كيطرد الشياطين وكيطرد العين والحسد، هذا الاعتقاد يقدر يكون يساهم انه في الشرك. الله سبحانه وتعالى غادي يقول لنا وسيروا عند الملحه اللي كنتو كتستناوها انها تبعد عليكم الشياطين وتبعد عليكم العين والحسد. والله سبحانه وتعالى ورانا الحوايج عن في القرآن الكريم ولا عن طريق رسوله الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، انه الحوايج اللي كيطردوا الشياطين من المنزل قراءة سورة البقرة، آية الكرسي، الذكر بزاف في الدار، والحسد والعين عندهم الأدعية ديالهم وعندهم الأذكار ديالهم، كاين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هي جات صريحة في القرآن الكريم. كاين بزاف ديال الأذكار وبزاف ديال السنة، الحوايج ديال السنة ديال الله سبحانه ديال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي خلاها لنا باش نطردوا بها الشياطين، سواء من المنزل ولا من خارج المنزل ولا العين ولا الحسد. اما هذه الاعتقادات كما قلت راه اللي كيحل السوشيال ميديا كتلقى وصفه خطيره العين كتطرد الملح، لا حول له ولا قوه الا بالله. الله سبحانه وتعالى خلقنا الملح، خلق الله سبحانه وتعالى كما كنقول كيدير لنا النسمه للطعام. اما باش نقولوا ان هذا الملح هذا ولا سواء الخشن انه الا درتيه سيقتي به الدار ولا درتيه في الركاني ديال الدار راه كيطرد الشياطين وكيطرد العين وكيطرد الحسد وكيبعد عليك الحسد وكيبعد، هذه معتقدات خاطئه خاصنا نبعدوا عليها، لانه ما نجيوش شي حاجه اللي تافهه كيقولها شي واحد باغي يتسوق كيتسوق بها كيدير بها التسويق
على عباد الله اللي الله يحسن العوان كيكون شي حد اللي ما عرفت المهم كيكون اي واحد كيكون عنده شي ضرر ما كيعرفش كيستنجد الاستنجاد بالله سبحانه وتعالى هذا هو اللي كاين. اما انه نمشيو نديروا الملحه راه هذا الشيء لا اساس له من الصحه. وعلينا كجميعا كننبه راسي اولا وكنبهكم معايا اللي غادي يسمعني انه منين كنسمعوا شي حاجه يعني الطريقه اللي كيقولوا بها في التسويق ديال هاد السوشيال ميديا اللي ديك الطريقه اللي كيقولوا راه الاعتقاد ديال الانسان والانسان حنايا الانسان عبد الضعيف كيقول سفرها بالصح الطريقه اللي كيديروا هذيك راه طريقه ديال التسويق والجلب الجلب باش نديروا المعاصي نزيدوا المعاصي على العواتق ديالنا وحنا في غنى عن هذوك المعاصي. كما قلت هذوك بحال اللي كيبيعوا شي حاجه يعني التسويق المهم كيبيع كيعرض السلعه ديالو وهو السلعه ديالو هو الكلام كيعرضها باش الناس تمشي تطيح على الوجه ويعني يبعدوا من الدين. يعني كاينين بزاف ديال المعارف يمكن الناس اللي كاينين شي وحدين شي فئه اللي كتجر الناس تبعد على الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قلت الا سمعنا شي حاجه ولا شفنا شي حاجه دائما نمشيو نبحثو ونتيقنو واش جات في الكتاب واش جات في السنه الرسول صلى الله عليه وسلم واش يعني كانت شي حاجه وارده على الصحابه الكرام. اما هذا الشيء اراه غير البدع والتخلف انه ندير الملحه ونسيق بها وطرد لي الشياطين وتبعد عليا الحسد وتبعد عليا العين. كاين اذكار الصباح كاين اذكار المساء كاين الذكر كاين الاستغفار كاين الصلاه على الرسول هذا الشيء كله كيدير لنا واحد الحصن لينا والمنازل ديالنا. وكما قلت قراءه سوره البقره والاستماع اليها وانها تطلقها في الدار وتحل السراجل هذيك كتطرد الشياطين. وكاين فيها حديث يعني هذه المره غادي نهضروا ان شاء الله على سوره البقره باذن الله يعني والكل راه عارفها وهي السوره اللي يعني فيها جميع الاحكام. المهم مازيغنينو في مازيغين ممشي مني خميني نخزع ني نتمرقك حد امو اتف السيور ذا مخشن حاجاتني قارنا قم امان ذي ثم جحت وجي قم ثم جحت قوامان سيقم زي سدعف ني رشم شوية انت متجحت ذي ثغمورة انت نربيت امو انت الدعف ذي ثغمورة باش اتزرخ الشياطين اخا نتصبيع العين ذي الحسد التصني وذان وسي ان شاء الله يحسن عاون يتوي صند ربي قد قني الصح ني قارص قي يجيد يجي اذا مصيد ربي الله اعلم يعني كوري الجن ما مش ولكن دقه قضي خارق وها قال اساس له من الصحه وعرفتي في جي صيد ربي العالمين وراد الرسول نفس الكريم يعني الدقه واتجبني خفزي تغنى عليه الذنوب ذا المعاصي خيخف الله ويمكن ضاين غي الداء الى الشرك والعياذ بالله. يعني الدقه خصنا بنادم هذا يتاكد مرا وغاس هو يسين يسرى هذه السقسى هذه يوزو هذه يبحث الدقه ما نيشان ما يوين تيدي وذان تقن ازاي التجاره وهاد تقن التجاره يواوار باش يوذان في السكن خوز الجيف هاد يعني الذنوب شن حاجة يعني تافي هواها من يتعرض الشياطين زيت الدع في قراءة سورة البقرة هذا صدر قدي الدع أتعز مدرك وازي تفغات سرن الشياطين تركورن زائد أنه أنني الأذكار الصباح الأذكار المساء الاستغفار الصلاة على الرسول ما ردقا يتقن غيجن الحسن اشنو يجن الحجاب يخفن زي العين زي الحسد ما راعوني تقذن العين ني غي تقذ الحسد دينا جاء ذا يعني ذا الاساسيات يدي وردن ذي القرآن الله ذي السنة الله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الدقان تمجحت سواء ثانيتا سواء قان تمجحت يجينا عبوز نوزرو الدقنية قال اساس له من الصحه قرخو ماني ما فازمت فازمت تيك توك التافذ فازمت انستغرام التافذ يوتيوب التافذ يعني وبنادم الله يحسن العوان تيري النفسيه نشوت ضعيفه يقارص لا قنيشان قا يمكن بالصحه قا يمكن ني غوضه تجرب غوضه دقان خرافات بنادم واجب ميت تغي جرب واجب ميت تيس تغي يعني الذنوب خلعاتي قنس
والمهم أردني تاع تكمل الفيديو ينو تمنى إن شاء الله يا ربي أتري الاستفادة ما راقنش أولا نصحة غير فينو وتجيبوتي الشغل نصيحة إلا نشتوضحها غير جن الفكرة وها إذا جن المعتقد خميني خزاء ماري وذن يعني صفي كي نخرج تجي فتح وينات صفي يعني واز ماذا انت عرض عطيتو يس نطبق الدقني الصح نتذكر ان شاء الله سيدي عبد الله غيثبت ونضفع بو التفاهات هذه الخرافات ان شاء الله وخا مشينا الايماء للعباد سيدي عبد الضعفاء ولكن انيري قويين باصل الله سبحانه وتعالى وبنادم يتوريخ في النفس مالي يتوريخ في النفس يعني يضعف ديش نحش يلقى يتردد الطس باش سقان اسم من اسماء الله الحسنى القوي يا قوي يا الله يا قوي يا الله تحس بنادم يجن القوة تمعند غا الجسم النس وغا الإرادة النس وغا يعني غا العزيمة النس إيوا أرداء تشكي عليك كني وشكرا وني تغيوض من ذاني تاع الفيديو تحييخ بارك الله فيكم يلا المتتبعين الأعزاء اللي غادي يوصل حتى لهنا لهنا النهاية ديال الفيديو كنحييه ويخلي لي الكومنتير وشكرا وجزاكم الله الجنة إن شاء الله يا رب العالمين هذه الملحه الملحه الطعام وزوينه حلوه مع انها فيها الضرر اللي مريض ولا ينقص منها يلا الى اللقاء.